زايد وعمر يتهيأ لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، يتهيأ لتحريك الجميع داخل منطقة العمليات، يلعبها قصيرة بطريقة ذكية ناحية حدوش زكريا الراسية في المتابعة. ما أروع هذا الهدف، ما أروع هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف للوفاق بطريقة ذكية في لحظة غفلة من دفاع المولودية. الطريقة التي لعبت بها الوفاق والتي لعب بها الوفاق المخالفة تنم على أنها تلعب في التدريبات في الحصص التدريبية. الحمزة يتوامر باتجاه حدوش زكريا توزيعة ولا في الأحلام، وليس هكذا يضيع زيتي بقوة، يفتتح باب التسجيل ويفتتح عداد الوفاق في هذه المباراة. هاي الإعادة بداخل القدم في زاوية بعيدة على الحارس فوزي شوشي، وضعها وكأنه وضعها بيده بطريقة ممتازة بطريقة رائعة، يضع الوفاق في المقدمة ويفك الشفرة الدفاعية في حدود هذه الدقيقة 28 من بداية المباراة. هذا الهدف سنشاهد بعده النتائج بعد مرور 29 دقيقة. هيكل القاسمي ربما هذا أول هدف التعادل. يعدل النتيجة، يعدل النتيجة سيد أحمد عواج. سيد أحمد عواج لم يترك الفرحة تكتمل من جانب أنصار الوفاق، وعدل النتيجة بعد أن ضيع هشام نقاش في مباراة قلنا بأنها ستصبح مجنونة. كيف عدل المولودية، كيف عدلت المولودية في لحظة غفلة دفاعية من جانب دفاع الوفاق. أسقط بدران وأسقط كنيش وتركوا المجال أمام أمام عواج سيد أحمد الذي عدل النتيجة وعاد من المولودية بعد هذه الرأسية. عاد بالمولودية قبل أن يتسلل إليها الشك، قبل أن يتسلل الكرة اصطدمت بنقاش الذي كان ساقط على أرضية الميدان. هل يمكن لو أنه لم يكن في وضعية التسلل؟ قلت بأنه شارك في اللقطة منذ البداية الكرة الأولى من نقاش ثم التسديدة مباشرة في شباك الوفاق، وعادت الأمور إلى نصابها بين الفريقين بين الوفاق وبين المولودية. وقت كانت بذكاء والاقتصاد وعدم الدخول في الريتم العالي الذي تريد أن ترفعه عناصر الوفاق، لأنها بين قوسين أحسنت كيف توزع طاقتها. صحيح أنها عادت إلى الخلف، لم تقم بمجهودات هجوميا وهو ما تريد أن تخرجه في هذه الدقائق الحاسمة، وهي تدرك بأن عناصر المولودية ربما الهدف الثاني لصالح الوفاق، الهدف الثاني لصالح الوفاق الذي يحلق في الآفاق في هذه اللحظة. عاد النسر الأسود ليحلق، عاد النسر الأسود ليحلق في الدقيقة 98. خادع فوزي شوشي يتأسف، من سجل الهدف، من سجل الهدف بهذه الراسية العكسية. وتحدثنا عن عودة عناصر المولودية التي بدأت تنهار بدنيا. ليس من الصعب أنك تصمد دفاعيا أمام فريق هو الأحسن في البطولة. هل هو اللاعب طبعا رقم 15 بدران المدافع اقتنص من دون أن يرتكب الخطأ، تورك يصول ويجول داخل منطقة العمليات بالرأس، يعني بطريقة سهلة وسهلة جدا وضع الوفاق في المقدمة للمرة الثانية من بداية المباراة. كيف سيكون رد فعل رفقاء فوزي شوشي؟ قبل لحظات أو في المرحلة الأولى ردوا على الفعل بردة فعل سريعة بعد دقيقة واحدة من تسجيل الهدف الأول عن طريق زيتي. بداية صعب بالنسبة لأنصار الفريقين. عبد المؤمن جابو أمامك دمو، عبد المؤمن جابو ماذا سيفعل؟ هي كرة ممتازة يلعبها مع من؟ مع أبو قروة. تعود الكرة، هي كرة هدف ثالث. عبد المؤمن، عبد المؤمن، كم أنت كبير يا عبد المؤمن جابو! ما أجمل هذا الهدف، ما أروع هذا الهدف، عالمي 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 على طريقة ميسي. عبد المؤمن جابو رائع وممتاز.
ممتاز في هذه الدقيقة وفي هذا الظرف، وتلعب الكرة بهذه الكيفية. كم أنت كبير يا ابن سطيف. عبد المؤمن جابو الذي ترك فوزي شوشي ودمه في حيرة من أمرهم، ويبدو بأن الأمر الذي فيه نستفتي قد قضي. لعب الكرة الأولى، استرجعها بوغروا، الأخير لجانيت، جانيت شايد على بانينكا. هكذا يسجل بانينكا ركلات الجزاء. أصبحت الأمور صعبة، مباراة مثيرة مجنونة، لا يستسلمون، لا يتعبون، لا يكلون، لا يملون بكيفية ممتازة، والله بطريقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة. أنصار المولودية بدأوا على بعد النهائي الذي يبحث فيه على التربع على عرش المتوجين بلقب كأس الجمهورية. جميلة وممتازة ورائعة، جميلة وممتازة ورائعة من المولودية. ما أجمل هذه المباراة، ما أروع هذا السيناريو. هذا بدبودة يعيد السسبانس ويمدد السسبانس. بدبودة بكيفية ممتازة صعد فوق الجميع بعد كرة من ديرارجا. شاهد بدبودة خالي من الرقابة في القائم الأول من مرمى الحارس خضيرية، براسية يضع المولودية في موضع أحسن من الذي كانت فيه قبل دقائق من تسجيل عبد المؤمن جابور.